وده عيب يعني. احنا نخش هنا بقى بنعلم تاني، بنعلم الناس ايه الكذب، بنعلم التدليس. زي فكرتني بحاجه مهمه في منتهى الخطوره، انا واخرين، ما اعرفش بيحصل معاك ده الكلام ده ولا لا، يجي لي مكالمات وخصوصا بالليل تنتهي بسباب، وانا ببقى حريص ان ارد عليها كلها، عشان انا باخد المكالمات دي بعد كده ببلغ عن المكالمات دي تمام، عشان نعرف اصحابها يعني. وبقول لهم اول ما بقول له عموما اشكرك، اسمك فلان وطلع لي، وباذن الله انت هيبلغ علي، تك يروح قافل السكه. فواحد منهم قال لي فلان الفلاني حط نمرة تليفونك على الشاشات وبلغ بيها، وهو اللي بيطلب مننا نعمل كده من خلال فلان وفلان وفلان، وحدد ثلاث اسماء. الناس منهم بتتكسف وترجع تعتذر وبتقول لي نفس الكلام. ايه السفاله دي؟ ايه الغل والقلب الاسود ده اللي يخلي انسان يحط تليفونات ناس ويبعت لها ناس تشتمها وعلى الهوا؟ ازاي التدني ده؟